ايه ده؟ انت اتجننت يا شاب؟ انت ازاي تتعامل معايا بالطريقه دي قدامهم؟ اسمعي، فهمي صاحبك اللي قاعد جوه ده ان انا معايا شهاده معامله اطفال. يعني انا ممكن في لحظه واحده افرج عليه المحل بزباينه بكراسيه بترابيزاته، ولا يهمني مدير ولا غفير. صاحبي؟ اه صاحبي. وانت فاهمه ان انا تلميذ؟ ما انا عارف انك مرافقاه وان انت السبب في الطريقه اللي بتعامل معايا بيها دي انا بالذات. ويعلم بقى قلاله ايه عني؟ ولا مفهمه انا وانت علاقتنا عامله ازاي؟ انت بتقول ايه يا حسام؟ انا مش فاهم حاجه منك. بقول لك في واحد كان عندكم في البيت قاعد معاها ومع هند ومع مراتك. دي حتى تقريبا طردتني قدامه. مين ده؟ ما هو ده اللي انا عايز اعرفه. بقول لك في واحد كان في بيت مامتك قاعد مع مراتك واختك، وانت بقى بتقول لي انك ما تعرفش هو كان هناك ليه اصلا؟ يعني ايه عاصم يا ابني؟ ما انا بقول لك هي ومية جت كملت خناقه هنا، ما جابتليش سيره مين كان موجود في البيت، لا عندها ولا ماما. كل اللي انا عارفه ان دولي طلعت وطردتكم كلكم بما فيهم مراتي وياسمين. ايه موقف بقى الراجل ده من الاعراب في اليوم ده؟ ما انا كمان لما شفته هناك استغربت. اي نعم، لما ياسمين ودولي طلعوا علينا الجنونه اتلهيت، بس الراجل ده من ساعتها سايب لي علامه استفهام. المهم انا مش هخبي عليك، انا بقالي فتره ياسمين بتوحشني قوي، ما برضاش اجيب لك سيره يعني عشان ما تسببش في مشاكل تانية بينكم، خصوصا ان انا لاحظت يعني انك بطلت تجيب لي سيرتها، فاستنتجت انك اكيد نفذت اللي هي طلبته منك وبطلت تجيب لي سيرتها فعلا عشان يعني ما يبقاش عرفت اي حاجه من ناحيتك. لا لا خالص، انا ما بجيبش سيرتها عشان انا ما اعرفش عنها حاجه من يومها، انا وهي متخانقين وما بنتكلمش مع بعض. المهم نرجع لموضوعنا، يعني انا مش هخبي عليك، انا بقالي فتره كل ما بحس ان ياسمين وحشاني بروح عند المدرسه وابص عليها من بعيد من غير ما تحس بيا. يا حسام انت لسه بتحبها؟ البت دي حيوانة على فكرة وهتندم، عمرها ما هتلاقي حد يحبها زي ما انت بتحبها كده. والله شكلها لقت. مش فاهم لقت ايه بالظبط؟ ما انا اكتشفت ان انا مش الوحيد اللي رامي وبروح اطمن على جوليات. لا ده الباشا كمان رامي كبير وكل يوم بيعمل نفس اللي انا بعمله بالظبط، وبيروح يبص عليها من غير ما البرنسيس واختك تاخد بالها ولا تحس. قصدك يا حسين؟ مش فاهم. قصدي اللي بحكيهولك، انا شايفه بعيني الاسبوع اللي فات 3 مرات هناك. لما عملت تحرياتي البواب قال لي انه والد تلميذه في المدرسه وانه راجل ابن بلد وعنده ورشه في الحرفيين، ميكانيك يعني يا عاصم. وياسمين مالها بكل اللي بتقوله ده؟ ما يمكن اكيد اصلا ياسمين ما تعرفش حاجه عن الراجل ده ولا تعرف ان في حد بيروح يبص عليها. ما تعرفوش؟ بقول لك كان قاعد في عندكم في البيت في الريسبشن ولا كانه واحد من العيله. يعني ياسمين عازمه ميكانيكي في بيت امها وهي عيانه؟ فسرها لي انت. ما اعرفش. انا هعرف وبقول لك. بس انت كمان لازم يكون تفكيرك منطقي، بطل تفكر كل حاجه بقلبك كده. ميكانيكي قال.